بلدنا، بلدنا دي لو وصل لها ان في ثوره هيبقى فعلا في ثوره في مصر. يا عم الثوره دي في القاهره، واحنا هنا هنا في وش بقى، واحنا نعرف ان الثوره دي ازاي على الكل. اقبل من القناه دلوقتي تيجي تفايصنا على واحد تاني ازاي؟ انا معاك اسمع منك بس يا منصور اسمع منكم. يمشي هو يمشي هو يمشي مش هنمشي هو يمشي. قبلنا اعتذار الاستاذ ابراهيم عياد ضيف مطوس، اما بما يعتقد انه اهل له وهو انه رئيس مجلس المدينه الذي لا نعترف به فلا بد ان يعرف تعقيبا. استكثر احسن وهات البر احسن لك، وامشي في طريق الهدى والبر احسن لك. هو انت فاكر ما يوجدش احد غيرك؟ طريق الزمن صعب يا ما بهدل الالوف غيرك، وحسن سيرك مع المخاليج احسن لك. الله الله. عشان ندير الحوار ما بتكلمش في مشاكل فاتت، لو بتكلم في مشاكل فاتت قلت انا مش هيكفيني سنين عشان اقول المشاكل دي، فانا بتكلم في حلول ومقترحات. مش كده يا بابا، ليش نروح هناك في المشاكل اصلا؟ ايش من الفرن حاولنا وفشلنا للاسف. فاللي انا عايز اقوله بس ان هو مش زرار، مش لمبه هتضغط عليها مصر كلها هتنور. الموضوع صعب شويه، الموضوع لازم. اللي عدى ده كان حاجه سهله، اللي جاي هو الاصعب. بس البلد بجد الشباب اللي فيها عملوا حاجات ما اتعملتش. جوه ديوان المظالم بيحكي محكوم لحاكم عن الليالي الكحيلة. هيلا 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 هيلا. ان شاء الله اقول الثورة هتيجي من يد المرشد ان شاء الله. اذا لو بقى في رئيس جديد وما عملناش اللي احنا عاوزينه هيبقى في ثورة في من يد المرشد في كل حتة، اكتر من العد اكتر من العد.